انا انزلق مع الكهنوت، انا مجرور، انا بحال هذاك الاستاذ في الشمال اللي تبرأ من دكتور فايد، انا اتبرأ من دكتور فايد. ومن بعد وما ندش طبع تلقى على البحر كما نقولوا. ها تبرأتي، هادو لماذا الان؟ لماذا ساكتي؟ لماذا ساكتي؟ عن من اتكلم الان؟ عن من اتكلم؟ اتكلم عن الذين يحرمون الرياضيات هكذا، اتكلم عن الذين يحرمون التعليم على البنات، اتكلم عن الذين يسجنون النساء في المنازل. اصحاب العلوم الكونيه الان في الجامعات هل يعلمون بان الكهنوت يحرم الرياضيات، يحرم الفيزياء؟ هل يعلمون هذه؟ حينما يعني هؤلاء الذين خذلونا لو تكلموا، وهم هناك باحثين احسن مني في الجامعات، لماذا ساكتين؟ لماذا؟ وبعض الصيادين داخلين لبعض الجروبات الان تسبوا فايد، صيادين داخلين تسبوا فايد، يعني صيدلاني كهنوتي. والله شيء غريب، شيء غريب. انا اتكلم عن العلوم الكونيه، العلماء الكون هم العلماء الحقيقيين. لماذا دلونا؟ هاد الناس يقراوا الادب دلونا، احنا قاري العلوم هما دلونا، لماذا؟ علاش كيدلونا؟ علاش؟ هذا هو المشكل. يعني الان الذين درسوا العلوم الكونيه دلوهم فقط لان واحد قرا العراره معلف وجات يتمخطر عليه. حال المسائل هذه واحد يقول لك لا الطريقه ديالك ليست مؤدبه، انت تتكلم بعجرفه، انت راه غير كذبوا عليك. هما اللي قالوا لك فايد يتكلم بعجرفه، هما اللي قالوا لك فايد فيه الان، هما اللي قالوا لك فايد مغرور واثروا عليك. اما فايد كان عليا نرمي ثيابي. قرا التدوينات اللي كتبوا الناس، قرا رجع التدوينه قرا، شوف الناس اش بداو كيكتبوا، شوف الاغتصابات في النساء، شوف الاغتصابات في الاطفال. قرا. وتريدون مني ان اتكلم بهدوء؟ الجرائم، القتل، ذبح الاطفال الزهريين، وتريدني ان اتكلم بهدوء هكذا؟ يعني تريد لا متعجرف، لا متكبر، لا. انا يعني نفهموكم هكذا لكي تتبعوهم، لكي تفروا من فايد، لان فايد يتكلم عن المصائب. وسأفضحهم والله، لن أسكت حتى يتوقف هذا الجرم، هذا الإجرام في البلاد، إجرام. شفنا الناس كلهم فايد كافر، انتظر حتى يغتصبوا بنتك ولا امرأتك ولا ولدك، انتظر. راهم الآن في البوادي يغتصبون، يعني أمام الملأ في البوادي الآن، هذو الحياة يغتصبون الآن في البوادي أمام الملأ. أنا رأى لا أنام، رأى تصلني المعلومات من جميع المملكة، من جميع المملكة، من الأطلس الكبير والأطلس الصغير والأطلس الريفي، ومن في جيج ومن تندرارا، يعني ومن حتى وراء من السمارة، من جميع المناطق تأتيني يعني أخبار هؤلاء ماذا يعملون. الناس يقول لك لماذا تتكلم هكذا؟ لماذا؟ لأن عندنا مصائب، عندنا، لأن عندنا قتل والناس ساكتين، لأن عندنا دكاكين الرقية الآن كتغتصبوا فيها العيالات في الدار البيضاء. نسيروا الجهارة في سيدي مومن، شوفوا ماذا يقع. طلعوا الفوق الليساس فوق، طلعوا سيروا لسيدي معروف، وهبطوا لدرب غلف، ودوزوا للبرنوصي، ودوزوا للحي المحمدي، انظروا شوفوا دكاكين الناس ماذا يعملون. وتريدون الناس، تريدون مني ان اتكلم بادب؟ نتكلم مع الادب مع المجرمين، مع المجرمين، مع القتاله. لا اله الا الله معكم، لا اله الا الله معكم. الناس لا زالوا فايد كافر، راه ضحكوا عليكم، فهموكم فايد كافر لكي لا تتعاونوا معه، لكي لا تتبعوه. انا لا احتاجكم، والله لا احتاجكم في شيء، انا معي الله سبحانه وتعالى، وساغير المنكر لوحدي ولو كلفني عمري. هني الناس لا اله سكتنا، راه لماذا هكذا؟ هكذا لان الناس سكتنا، وفي الاخر الله غالب، الله غالب. وكل الناس اغتصبوا لهم زوجاتهم وما قدروش يتكلموا، اغتصبوا لهم زوجاتهم وما قدروش يتكلموا. لماذا؟ شنو كاين في هذه البلاد هذه؟ شنو كاين؟ لماذا؟ ماذا؟ عندهم عضلات أكثر من عضلاتنا. الناس شوية يفهموا الأمور كيف هي. حربنا ليست على الدين، لأن فهمكم فهم خاطئ. حربنا ليست على الدين، لا يمكن فايد أن يحارب الدين ولا السنة ولا شيء. فايد يريد أن يحارب الكهنوت الذي خرب البلاد، مش البلاد، خرب الأوطان الإسلامية كلها خربها. وكفى من الدماء يا عباد الله، كفى من الخلايا الإرهابية يا عباد الله، كفى من القتل المسكوت عنه. كفى. للخلايا الإرهابية من أين تأتي؟ من أين تأتي الخلايا الإرهابية؟ تأتي من المعلمين، تأتي من الممرضين، تأتي من الأطباء، تأتي من أساتذة الباحثين، تأتي من أساتذة الفيزياء في الثانويات، أساتذة الرياضيات. من أين تأتي الخلايا الإرهابية؟ من الفلاحين، من تجار الخضر، من يعني من تجار هذه الفواكه.
خلايا الإرهابية تأتي من هؤلاء اللي ما عندهم تشي شغل ويعملون خارج مربع القانون، خلايا الإرهابية تأتي منهم، وكبيرهم الذي حكم عليه بالسجن في طنجة. انظروا ماذا كتب، يعني أول أمس، انظروا ماذا كتب، يحذر الشباب من الصالحين من فين، كبيرهم هذا الذي أرسل الشباب إلى سوريا ماتوا، خارج كيكتب مقال، إياكم يا شباب من دكتور فهيد. الله نستغرب هذه البلاد هذه، والله العظيم نستغرب، الله نستغرب، كثروا علينا الضوضاء وكثرة الكلام، فهيد كافر ملحد يطعن في الصحابة، لهاوكم لهاوكم ضحكوا عليكم، أنا لا أطعن في الصحابة لا أطعن في السنة، رجعوا الفيديو ضحكوا عليكم، رجع الفيديو ضحكوا عليهم، كان قلتي الجنة وجهنم ما كاينينش، الجنة وجهنم ما كاينينش، رجع الفيديو رجع الفيديو رجع الفيديو وشوف انت، علاش يضحك عليك بولحيا، ضحكوا عليكم والله ضحكوا عليكم. انا قلت الحساب لازال ما كاينش، رجع الفيديو، انا قلت بما ان الحساب لازال ما كاينش، احنا مازلنا في الدنيا، لا يمكن ان يدخل الناس الجنة والنار حتى يكون حساب، وتبع الكلام بعقلك مش بالبطاطس. قلت إذن الآن، وهل الجنة والنار الآن ينتظرون مخلوقين وينتظرون، لأن لازل هناك حساب، الجنة والنار يكونوا بعد الحساب، هذا هو الكلام الذي قلت. ها فايد ينكر الجنة والنار، قال بأن الجنة والجهنم ليسوا كيش، رجع الفيديو وسمع، لا كيضحكوا عليكم، رجع الفيديو وسمع. هل الإسراء والمعراج، إن لما قيل عن الإسراء والمعراج روي عن صحابي مجهول لا يوجد، ديك القصة ديال ركبوه وطلعوه للسماء مروية عن صحابي مجهول، ما قيل عن الإسراء والمعراج كذب، لازلت أقولها. هما قال لك لا نكر الإسراء والمعراج، يعني شوف كيفاش يلووا الكلام، أنا قلت لكم ما قالوا عن الإسراء والمعراج، كيف كتبوا لنا عن الإسراء والمعراج، كتب تراثية الكهنوتية، يعني سبحان الله طعن في الصحابة، قلنا لكم الصحابة راه بشر مثلنا، القدسية لله والمعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ماذا تريدون؟ هذا ما تريدون؟ يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، حتى الصحابة غادي يجادلوا عن أنفسهم، لا فرق بيننا يوم القيامة، تريدون لا الصحابة مبشرين بالجنة وهذا هم الله، أولئك الذين رضي الله عنهم، نحن رضي الله عنه ورضوا عنه رضينا عنه، كذلك نحن مبشرين بالجنة كذلك. الناس كيلووا لهم الكلام، كيكذبوا عليكم، كيضحكوا عليكم الكهنوت، واللي يعني ضرني ان الكهنوت البطاطس يضحك عليكم، استطاع يضحك على اساتذه الرياضيات والفيزياء، ملي يخرج لك صيدلاني تقول لك لا فايد يطعام كذا والتجويد، انا التجويد ثابت وبدا يقصر لك التجويد، هاي لا ابو بكر قرب التجويد، عمر قرب التجويد، يعني الناس هكذا، انا راه كنقول هذاك الكلام لافتناهم، عرفتهم ما غاديش يقبلوا التجويد لانهم عايشين منه، قراء عايشين من التجويد، بناو الفيلات من التجويد، علاش غادي يجود لي القران ما انا نقراه، نقرا القران علاش بغا يجود لي، انا اقرا معنى القران، كلام القران، حكم القران هي اللي بغيت، ماشي التجويد الصوت الموسيقى. الناس كيلووا لكم الكلام، كيغيروا لكم الكلام، كيكذبوا عليكم، كيكذبوا عليكم، لماذا؟ لأنهم هما مدربين على الكذب، مدربين على التضليل، لأنهم يعيشون منه، شتي اللحية، يعيشون من التدليس والتضليل والكذب على الناس، وجمع الأموال الحرام في المساجد ويأكلوها، كيكذبوا على الناس ببيت الله، هادو يعيشون من الحرام ومن السحت هادو، لأنهم مدربين على الكذب، لأنهم يعني ملتفين ومتحالفين. اللي جبدنا البقر ديال الدار البيضاء راه كلشي البقر استنفر، كلشي خرج القرون بغا ينطح كله، ها المشكل احنا ماشيين، ولكن أخطاء التقدير فين؟ هذه المرة أخطاء التقدير، والله لا أخطاء التقدير، لا ما لا الانجليزية عنده راكيكة حش منا، لا الفرنسية لا يتكلم فرنسية، عربيته دون المستوى، لا ليس يعني بالشارع، ضحكوا عليكم والله يضحكوا عليكم. يا سيدي تعالى هضر ست لغات وعاد تكلم بهم رديئين، عاد تكلم ستة وتكلم بهم راكيكين، كان يتكلم بهم، يعني الناس ماذا، والله ماذا انت. فنعود لهذا الموضوع هذا، لماذا؟ لان المشكل اللي عندنا في المجتمع أن ربما واحد الوقت السلطة سيكثر عليها الفساد، السلطة الآن تكلف بالمخدرات،
اللي عامله فينا ما عملوا، حتى ابناء السلطه، حتى ابناء السلطه ممكن يصيبهم المخدرات. كلنا معنيين، كلنا معنيين، لا احد يقدر يفلت ولا يعطيو رؤوسهم لهذه المصائب. هذه الناس الان وصلوا لواحد الدرجه، اصبحوا خارج المراقبه، اصبحوا خارج المراقبه. السلطه الان اصبحت محرجه، كاينين دكاكين مفتوحه الان، السلطه ما تقدرش تغلقها، لا تقدر على غلقها. زال البوادي، المهم الدرك الملكي قادر على البوادي، ممكن يراقب الامور شويه، والبوادي راه فيها مصائب اكثر من المدن. ها يعني حتى اصبح الدروقات ولاو عندهم مزرعات ومحلات فيلات خارج المدن، كيرقيو الناس. واحد في الرباط كيجمعهم 200 درهم للشخص، كيجمع 10 وكيرقيهم دفعه واحده. يعني شوفوا البطاطيس عند الناس، ها المواطن هو الخطا، ماشي هذا السيد كيضحك على المواطن، هو الخطا، المواطن هو الخطا. وما ادراكم في الناس اللي من الولايات المتحده، اللي في دوله متقدمه وما اثرتش فيه، وباقي عمل ليه الرقيه بالهاتف، ماذا تقولون؟ سيد من فاس عمل الرقيه لواحد في امريكا ونصب عليه مليون ونص ولا شحال، هذه الرقيه بالهاتف. كيف الرقيه بالهاتف؟ كيفاش الرقيه بالهاتف؟ يعني تقرا في الهاتف الجن يهرب. الرقيه بالهاتف، الرقيه بالهاتف، الرقيه بالهاتف. يا عباد الله، يا عباد الله، واش عندكم عقل عطاه لكم الله؟ واش الله عطاكم عقل؟ يا عباد الله، الرقيه بالهاتف كيضحكوا عليكم، يا عباد الله كيضحكوا عليكم، يا عباد الله كيضحكوا عليكم، يا عباد الله كيضحكوا عليكم. وحده كتبت في الكومنت، انا خرجت وتعكلت سقطت، لان عندك الجن هنا، فقط الجن هذاك اللي هنا هو اللي سقطك، راه ما كاينش الجن اللي كتظني انت. واتصلت بواحد وقرا عليا القران في الهاتف وعاد قمت. واش تصدقوا هذه المسائل يا عباد الله؟ هذه السيده هذه مالها، هذه السيده مالها، هذه مالها؟ لان بكثره ما تكلموا لكم على الجن ودخلوه لكم هنا، هذا الجن وليتوا كيبان لكم، وليتوا ترونه. السيده قالت لك وحده، قالت لك صورت الجن بالهاتف. والله وزيد كملنا، كنت تقول محاميه، هذيك محاميه وصورت الجن بالهاتف. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول. كيفاش تصور هذا ما عندوش ماده؟ كيفاش الهاتف غادي يصوره؟ كيفاش غيصور لك نار شاعله؟ كيفاش هذه بغي يصور؟ الكاميرا كتعمل بالانفراروج، كيفاش غتصور لك جن هذه؟ ما يعني حتى في الفيزياء، القوانين الفيزيائيه يعني كيفاش غتصوروا؟ حنا خاصها تكون ديجيتال نيميريك، وتكون نيميريك بواحد البيكسل ما كاينش الى حد الان، ما يصورش لك الجن. ولكن الناس ما يعني الواعي راه ما كان واعي، ما تكون حتى حاجه، لا في المخدرات ولا في الاغتصابات ولا في الشعوذه ولا في التوكال ولا في السحر ولا في الرقيه الكاذبه اللي كيغتصبوا بها النساء. الرقيه الان اصبحت طريقه لاغتصاب النساء. لكن لا رقيه ولا جن ولا عيرود ولا شمهروش ولا عيشه قنديشه، اصبحت طريقه لاغتصاب النساء. المسائل يعني ظاهر الفساد في البر والبحر، يعني 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 ماذا نعمل؟ فهذا المخدر البوفا، يعني صحافه تكلمت، الورقيه والصحافه، المنابر الاعلاميه على الانترنت، وحتى الاذاعات، الاذاعه والتلفزيون تكلموا على البوفا، ولكن تكلموا عن البوفا كخبر صحفي فقط. ما يعطيو الناس المعلومات يعرفوا بعد، عيط الطفل اللي واكل المخدرات، لو كان الاباء يعرفوا هذه المعلومات هذه لكانوا الاطفال راقبوهم فقط، يراقبوا الاطفال فقط. شخص يعني الان يدخن البوفا في الشارع وكيحطم البوفا، كيحطم يحطم الطفل، هو هذا البوفا هو المخدر الوحيد الذي يحطم الجسم ويخرب الشخص. الآثار يعني هذا الشخص لكي يستعيد صحته ويتخلص من الآثار، إذا كان خاد البوفة 3 شهور 4 شهور 6 شهور كاين اللي واخذها 3 سنين. هذا جميع الأعضاء، جميع الأعضاء كلها يعني يمشي. هذا الشخص هذا يعمل البروتوكول اللي تكلمت عليه مثل المخدرات الأخرى، يبدأ بحجامة والرياضة والنظام النباتي، يقطع جميع المصبرات، ولازم لابد له من البروبوليس وغذاء الملكات وحمض الأوميغا 3، وإلا صحته يعني لن يكسب صحته كما نقول، لن يعود يعني هذه قوة صحته. لازم ثلاثة، حمض الأوميغا 3، غذاء الملكات، وبروبوليس هذا أكبر. مع ذلك نعطي الحل للناس كيف ما كان الحال، فوالله قلوبنا مع الناس، ماذا نعمل؟ الذي نقدر عليه، فشخص على الأقل يعمل حجامة ويتحرك، يعمل رياضة، ويقطع السكر الابيض، لان السكر مثله مثل الكوكايين، يقطع السكر والمواد اللي فيها السكر، ويقطع كذلك اللحوم، لان الكوليسترول الدسم لا يترك الجسم يطرح سمه.
ياكل سمك وياكل النبات ويكثر من النبات وياكل الاشياء الطازجه، وهذيك النباتات التي تشرب على شكل شاي مثل الزعتر مثل البردقوش مثل اكليل الجبل مثل هذه النعنع الفلفل الشيبه اشياء كثيره الزنجبيل الخلنجان اشياء التي تشرب على شكل شاي ان يكثر منها. والمورينجا اذا كان عنده مورينجا هائل، المورينجا ياخذ 5 كبسولات مورينجا دفعة واحدة، 5 كبسولات مورينجا دفعة واحدة، لأن المورينجا تخرج بعدها على الأقل تخرج المواد السامة وتخرج معادن ثقيلة. المورينجا لأنها غالية الناس كياخذوا كبسولة، كبسولة لا تكفي المورينجا. أنا أعمل منها صحن كامل، أنا آكل صحن هذه المورينجا كناكل منها صحن، كنقطعها سلطة وكناكلها. مورينجا كناكلها كفريش، عندي شجرات كناكل منها المورينجا. مورينجا الناس يتعاملون معه كأنه دواء. مورينجا نبات جيد للجسم، عجيب للجسم، جيد للكل، ولكن يؤكل بكمية جيدة، بكمية معقولة. إذا كان شخص عنده تسمم غذائي وعمل إسهال ولا عمل تقيؤات، ياكل يعني قبضة مورينجا يمضغها يبلعها فريش ولا حتى الكبسولات 4 كبسولات مع كأس ماء يشربهم يتوقف الإسهال يتوقف التسمم. مورينجا جيدة كذلك بالنسبة لهذه المخدرات المورينجا. هذه ثم ياخذ مده طويله 3 اشهر على الاقل، 3 اشهر 3 حجامات مره في الشهر، كل شهر حجامه، الرياضه يوميا صباح مساء، ثم يمتنع عن السكر واللحوم، السكر ابيض واللحوم فقط، والاكل الاخر كله يكثر من الفواكه الجافه، التمر والتين والزبيب واللوز والجوز يكثر يكثر منهم، الاعشاب التي تشرب هذه كذلك، ثم الثلاثه لابد منها، هذه غذاء الملكات وعكبر وكذلك حمض الاوميجا 3. هذه لابد منها لمدة 3 شهور وليس لمدة 3 أشهر. ثم ممكن طفل يعني علي يعني ريانيميشن يعني هذا إسعافات، هذه ربما إن شاء الله لما لا ممكن إن شاء الله يسترجع صحته ويرجع النشاط اللي كان يعمل، يكون طالب ولا يكون موظف ولا يكون أي هذا، إن شاء الله يرجع المدرسة يرجع الجامعة يدرس جيد ما يدون أي مشكل، وعادي يعمل ملف طبي بالنسبة للدراسة، يعمل ملف طبي مسموح له بسنة للعلاج، وكان بعض الأمراض مسموح له بسنتين بدون أي مشكل. لماذا؟ لأنه مريض، يعني الجامعة ما تضمغش ولا حتى المدرسة ما تضمغش، فيعني يعمل ملف طبي ويعمل المسائل إن شاء الله ممكن نعتقوا بعض الشباب، يعني نسبة ولو 10-15-20% ممكن إن شاء الله نرجعوهم، لأن غادي يضيعوا هاد الشباب، يضيع ربما شخص يكون مهندس ولا طبيب ولا ربما طائرة ولا يكون يعني ضابط في من بعد يكون قاضي، يكون هذا سنضيع فيه المجتمع، سيضيع والله المجتمع سيضيع. لماذا؟ لأن غالبا هذو الأذكياء تلاميذ الأذكياء مع الأسف الشديد هما دائما، لأن فيهم كثرة الأسئلة وحب التطلع والمسائل هذه، ديما كيسقطوا في هذه الفخ هذه، ديما هناك من أراد أن يذوق فقط، يعني أول يعني وإذا به يسقط في ضحية لهذه المخدرات، يعني مرة واحدة يتناوله مرة واحدة يعني ثم كان قضى الله أمره. هذا هو المشكل، هذا هو خطر البوفا اللي كيتكلموا عليها الناس، ان البوفا الان هذه اللي كيتكلموا وليس مخدر عادي يباع فيه، والبوفا هو يعني شيء ثانوي ورخيص وهو الان يباع في هذا للفقراء، واللي وكاينين الناس اللي باعوا ثيابهم، كاين الله يقدر لا قدر الله يعني، وكان يعني بنت عندها 18 عام و20 عام وكانت يعني تتناول مخدر البوفا، يعني ما لا تجد نقود ولا تجد فلوس لكي تشتري، ممكن تعطي جسمها جسدها تعطيه بدون أن تشعر. لماذا؟ لأن النظام النورو ترانسميتر يعني هذه من ناحية طبية، النورو ترانسميتر صعب من النورونات، صعب من خلايا الدماغ، هذه كتلعب خلايا الدماغ النورو ترانسميتر، وعاد الهرمونات العنيفة مثل الأدرينالين، يعني النظام الأدرينالين يقتل، الأطباء يعرفوا بأن الأدرينالين يقتل يعني. فإن شاء الله خير نبقى مع الناس ما أمكن جميع المعضلات هذه في المجتمع، ويبقى الحل دائما عبر التغذية وعبر هذا النظام الغذائي وعبر البروتوكول، ممكن يعني ممكن ننفع الناس يعني. حتى لماذا؟ لأن هذا الشخص اللي كان يتناول البوفا مخدر البوفا لمدة طويلة، هذا ليس له حل، يعني الطبيب ماذا يعمل له؟ الطبيب ماذا يعمل له؟ لذلك الحل هو في هذا العلاجات الطبيعية هي التي يعني تنفع مع هذا. جميع المخدرات كما تكلمت البارحة، جميع المخدرات هي نفس البروتوكول، ولكن البوفا على الخصوص، البوفا عندها بروتوكول بقوة ويتناول المنتوجات، و3 أشهر
إن شاء الله سيحس بتحسن منذ الأسبوعين، ولكن يجب أن يكمل. لماذا؟ لأن تبقى بقايا الكوكايين تبقى في هذا، ثم مع المدة تحدث له سرطان وتحدث له مصائب. ويعني الغريب، لا نريد أن نفزع الناس، الغريب أن البوفا تسبب الصرع، إبيليبسي تسبب صرع. لماذا؟ لأن قنوات الدم داخل في المخ، يعني هذه المشكل، هذا النورو ترانسميتر مع الأدرينالين، هذا ممكن يوصل حتى أقصى حد، وممكن يغمى على الطفل، يغمى عليه إذا قدر الله والطفل تناول البوفا وأغمي عليه. فيعني غالبا تكون عنده إبيليبسي، غالبا يكون عنده صرع، مرض الصرع. وهذا شيء خطير، يعني هذا كان علي ألا أخبر، لكن يجب أن أخبر، يعلم الناس خطورة هذه البوفة. هذه كاين أخطار أخرى مثل العقم، مثل الأطفال هذو يصبحون لا يفكرون في يعني في الجنس ولا أي شيء، ماشي برودة، لا يفكر أساسا في الجنس. وهذه المصيبة، هذه البوفة هذه، كانت أبحاث من قبل كانوا يريدون أن يستعملونها كقنبلة، وكانت أبحاث كذلك على الفيرومونات، لأن مهم أن الفيرومونات كذلك، سأتكلم عن هذه الفيرومونات هذو، كان مشكل الفيرومونات، كان كذلك أبحاث، كانوا بدأوا واحد الجامعات بدأوا يعملوا أبحاث على الفيرومونات لكي يصنعوا منها بعض القنابل ليغيروا سلوك الشخص، لا يقتلونه، قنابل الفيرومونات لا تقتل الشخص، تغير سلوك الشخص، وهذه أخطر حرب، يعني أخطر. لكن الآن عليا هو إغنورد، يعني الأبحاث توقفت لأن رأوا بأن شيء يعني لا تصلح، ولذلك رجعوا إلى يعني في السبعينيات، كانت هذه الأبحاث هذه كانت في السبعينيات، روسيا، أمريكا، كل البلدان، فرجعوا إلى القنبلات الفيروجية، قنبلات بيولوجية، يعني كانت قنبلات هرمونية، كانت قنبلات كثير من الأنواع، لكن في الأخير رجعوا القنبلات البيولوجية، هي الآن رأى عندهم، ما لا أدري ماذا سيعملون بها، لأنها موجودة عندهم، ولكن إنها هناك يهددون بها فقط، أما يستعملونها لا أظن. القنبلة النووية والقنبلة البيولوجية هم يهددون بها فقط، والحمد لله أن عند أمريكا وعند روسيا الاثنين عندهم، لكي يكون توازن في العالم، هم يهددون بها فقط، لا يظن أحد بأن القنبلة النووية ستستعمل، لا يظن أحد، لأن الناس لا يعلمون ما هي القنبلة النووية. والقنبلة البيولوجية كذلك يهددون بها فقط، لأن لا يمكن أن تستعمل، إذا استعملت واحدة حتى الذي استعملها سيموت، لن تترك أحدا. ولذلك أنا قلت هم يهددون بها فقط، لماذا؟ لأنهم هم من سيموت، حتى ولو دخلوا تحت الأرض لا يمكنش يعيشوا تحت الأرض، هذه الفتحة الأرضية اللي الآن اكتشفوها فقط، هذه هي اللي ممكن تحميهم، أما لا يمكن أن يبقى شيء على وجه الأرض، واحدة يكفي، واحدة يحاولوا مع واحدة، لأن التيارات على الكرة الأرضية مع دورات الكرة الأرضية مع هذا لا يمكن يبقى يعني شخص واحد، ولا حتى الأحياء الأخرى، حتى الحشرات، وحتى يعني هذه الحيوانات، كل ما هو حي كنسميه هنا لفورم دو في، كل ما هو حي يعني تقضي عليه، خير إن شاء الله. فقط يعني حاولوا ما أمكن، جزاكم الله خيرا. حتى جاليتنا انتبهوا الأطفال، لأن جاليتنا الأطفال عندهم حرية كبيرة، أنتم تقولون بأننا في بلد متقدم والمدرسة، لكن مع ذلك يعني لازم تراقبوا شوية، راقبوا، يعني لأن هذا، أنا قلت لكم ثلث هذا المخدر، ثلث يستهلك فقط في الولايات المتحدة وكندا، والثلثين الباقين يعني جميع بلدان العالم. إخواننا في كندا وفي الولايات المتحدة راقبوا الأطفال، وأظن يعني في أمريكا ما كانش عندهم، الولايات المتحدة ما كانش مشكل، الأطفال يعني مراقبين وعندهم نظام جيد، والله نظام جيد في جميع الأشياء. الأمريكيين ما ليسوا بلد صداع كما نقولوا، لأن معانا وقت الويسترن، الآن هذا المجتمع الأمريكي لأنه عانى من الاغتصابات، لماذا القانون متشدد في الاغتصاب في أمريكا؟ لماذا عباد الله؟ لأن أمريكا عانت من الاغتصاب، وانتم تفرجتوا في الأفلام الويسترن كيف كان في الاغتصاب. والدولة لما تعاني من شيء، وكيجي رجل أو رجلين أو اثنين وثلاثة صالحين، وكيكون ربما أمه تصيبات، أوربا يعني كيعمل قانون طاهر، منهم هذه الهيومن رايتس ووتش، هيومن رايتس ووتش هذه شكون اللي عملها؟ اللي عملها أبوه مات في المحرقة في ألمانيا، هذاك الشيء علاش عمل هذيك هيومن رايتس ووتش.
يعني دائما شخص حتى الكتاب اللي عندنا لماذا كتبوا عن المرأة بدي يعني منهم هذا قاسم أمين منهم توفيق الحكيم ماذا كتبوا هكذا لأن قاسم أمين كان يرى أمه وأخته يضربون أمامه لذلك لما تعاني تتألم من شيء طبعا يعني تثور ضده هذه ردة فعل قاسم أمين كانت عنده ردة فعل مع ذلك كل شيء انتقدوا الكهنوت الفقهاء كلهم قاسم أمين كانت أمه تضرب كان يعني كيطلع فوق منه برجليه رجل زوجها وأخته كانت تضرب أمامه كيف تريدون قاسم أمين يعني كيف يعني لازم يعني يكتب على الوحشية التي كانت تعامل بها المرأة هي اللي كتب عليها قاسم أمين توفيق الحكيم يعني يبرئ الشيطان ما أدري أن الناس يختبئون وراء الشيطان قالوا توفيق الحكيم يبرئ الشيطان توفيق الحكيم غيقول لكم علاش مثل هذيك مصائبكم ما تلوحوهاش على الشيطان ما ترميوهاش على الشيطان فقط يعني انا من كنت كبار المنتقدين لقاسم امين وتوفيق الحكيم ولكن ملي تدرس السوسيولوجي وتدرس الحاله الاجتماعيه كيف الظروف التي عاش فيها وحنا في الاداب لما انا مجلس الثانويه عامه ادبيه يعني شرعيه اصيله في الاداب كنقراو دائما حياه الشاعر دائما حياه الشاعر كيف